كل الفنون والأمثال والتسميات بأي مجتمع بتعكس نمط حياة الناس. والمجتمع السوري فيه كتير من التسميات يلي بتعكس نمط حياة الناس بوقت من الأوقات. بهي الحلقة رح نركز على المقاهي الدمشقية ونعرف من وين اجت أسماءها ولأي درجة نقلت لنا بهالأسماء صورة عن حياة السوريين بالوقت اللي تسمت فيه. بدمشق القديمة بآخر سوق الأبائبية مقابل قهوة النوفرة في قهوة اسمها قهوة خبيني، وكل مين بيمر من جنب هالقهوة أكيد بيستغرب اسمها وبيتساءل من وين يا ترى اجت هالتسمية. بأيام العثمانيين وبزمن الاتحاديين الأتراك كانوا الشباب ينسحبوا بشكل إجباري للخدمة العسكرية المعروفة بحرب السفر برلك، ويختاروهم على أساس القرعة. وكان ضابط مفرزة السوق أول أخذ عسكر الشاويش المعروف بطاقية اللباد الطويلة يلي كان يلبسها يخوف الشباب المطلوبين للأخذ عسكر، فكانوا يهربوا منه بالحواري والأسواق. ولما يمرق بالمكان كانوا الشباب يصرخوا عباية عباية لينتبهوا الشباب المطلوبين للأخذ عسكر ويقدروا يهربوا. فالشباب وقت يسمعوا كلمة عباية كانوا يهربوا لهون وهون، ومنهم يفوتوا على القهاوي ويتخبوا بين الناس. ومن القهاوي اللي كانوا يفوتوها قهوة خبيني، وأخذت اسمها من طلب الشباب لما بيفوتوها وقت يقولوا خبيني. قهوة تانية كمان اسمها غريب، قهوة الله كريم الموجودة قريب من جامع يلبغة بمنطقة البحصة. معظم رواد هالقهوة كانوا من ضباط الجيش العثماني المتقاعدين واللي تم تسريحهم بعد خلع السلطان عبد الحميد. وكانوا كل ما مر من قدام القهوة ضابط شاب بزيه العسكري المهيوب والنياشين الذهبية يقولوا مع تنهيدة طويلة إيه الله كريم، على أمل إنه يرجع السلطان بيوم من الأيام للسلطنة ويرجعوا معه للخدمة العسكرية. وراحوا الضباط وراحوا العثمانيين وضلت القهوة واسم القهوة. ومن القهاوي اللي كمان كان اسمه ملفت للانتباه قهوة خود عليك بمنطقة الشادروان على طريق بيروت القديم. هي القهوة كانت عجقة كتير، ومن كتر الناس فيها كان الفايد دائما ما يلاقي مكان ويطلب الناس يوسعوا له لحتى يقعد فيقول خود عليك. بس هالقهوة ما عادت موجودة اليوم، وانمحت معالمها مع كترة المطاعم والقهاوي والمقاصف. أما قهوة التايبين يلي كانت عند مفرق المزة بمنطقة الربوة فكانت من القهاوي يلي ما فيها لعب قمار، وكانوا يجوا عليها الناس يلي ما بيلعبوا قمار أو يلي تابوا وبطلوا اللعب. وضلت هالقهوة حاملة اسم التايبين لحتى انهدمت مشان بناء عقدة جسر الربوة سنة 1976 ميلادي. هي كانت بعض تسميات القهاوي اللي أخذت اسمها من نمط حياة الناس فيها أو حواليها. بتعرفوا كمان أي معالم سورية أخذت اسمها من نمط حياة الناس؟ احكوا لنا عنها.